وبعدين يعني الرد بقى ما كانش بس في اللقاء النهائي، ده احنا بنتكلم على مشوار طويل. تعالوا نتعرف على ولو بالظبط جانب بسيط قوي من تفاصيل هذا المشوار الطويل. احنا معانا على التليفون الكابتن ياسر لبيب، وهو رئيس جهاز اليد بالنادي الاهلي المتواجد حاليا في النيجر مع الفريق. يا كابتن صباح الفل على حضرتك، ومليون مبروك. مليون مبروك يا كابتن. صباح الخير عليكم، والله يبارك فيكم. حاجة عظيمة متوقعة، وطبعا كالعادة مفرحنا. أكيد المشوار ما كانش سهل، وأكيد كان مليان تفاصيل. عايزين نعرف من حضرتك أبرز هذه التفاصيل اللي وصلتنا للي احنا وصلنا له ده. والله هو طبعا يعني أهم حاجة كان الدعم اللامحدود من الكابتن محمود الخطيب والمجلس الإدارة بالكامل لفريق كرة اليد من متولينا المهمه ديت. طبعا كانت مهمه يعني كانت صعبه جدا، وكانت منتظره ان الفرقه دي تحقق اي انجاز، والموضوع كان صعب لان العناصر كلهم شابه وولاد صغيرين ما عندهمش خبرات. طبعا فريق الزمالك خبراتهم اعلى بكتير، اكثر يعني فريقهم اكثر تناغما من فريق الاهلي. العناصر بتوعهم هم الفريق او قوام المنتخب الرئيسي بتاع منتخب مصر. وطبعا المهمه ما كانتش سهله اكيد، لكن احنا طبعا اول ما جينا وتولينا الموضوع مع كابتن احمد سالم، احنا بدينا الاول بجهاز كان الكابتن احمد سالم وهشام عبد الوهاب. ابتدينا نشتغل مع الفرقه نفسيا، وابتدينا نحاول ان احنا نبتدي نصلح بعض الامور الفنيه اللي موجوده في الفرقه. البنين جه تاني بعد كده، طبعا المجلس دعمنا بالمدرب الاجنبي، كان من خلال الفتره دي كنا بندور على مدرب اجنبي، فجه اللي هو داني مدرب اسباني وكمل المسيره، وهو مبسوط جدا بالمجموعه اللي بيتعامل معاها يعني فوق الوصف. يعني امبارح كان بيذكر جدا، امبارح بالليل كان بيذكر جدا في المجموعه، قال لك انا يعني مش فرحان بالفوز اكثر ما انا فرحان بالمجموعه اللي انا شغال معاها. دي طبعا كانت حاجه كمان كويسه جدا من المدرب. المدرب دخل بسرعه مع الفريق، يعني تدخل بسرعه مع الفريق، ابتدى ارى الموضوع واتفرج على الفرقه قبل ما يجي، والماتشات بتاعت الزمالك اللي قبل كده، وابتدى يحط ايه المشاكل الموجوده عند الفرقه وابتدى يشتغل عليها. وابتدى كمان يشتغل على الروح شويه، لان طبعا الفرقه بقى لها كتير في حالة خسارة، يعني خسرت كذا مرة متتالية من الزمالك. دي كان ليها تأثير سلبي على الفريق. أكيد كل الأمور دي اشتغلنا عليها الحمد لله، ما شفنا الشكل بتاع امبارح، وكنا مستمتعين بالروح اللي وصلوها مجموعة اللاعبين بتوعنا امبارح. بصراحة كلهم كانوا يعني على قد المسؤولية، كلهم كانوا رجالة في الملعب. وبس الحمد لله. يعني كابتن ياسر هقول لحضرتك على حاجة، خلينا نمشي نقطة نقطة. أولا النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها دي في غاية الأهمية، لأنك اتكلمت عن فكرة هنا الدعم المعنوي والتحفيز النفسي، ده مش سهل أبدا أن حضرتك تقوم بيه مع فرقة زي ما قلت يمكن لم يحالفها الحظ في أكثر من مباراة. ولكن احنا دايما عارفين عن النادي الأهلي، احنا ممكن نمرض لكن زي ما بتقال لا نموت، وبتعود مرة تانية وبتحقق انتصارات مرة تانية وبتسعد جماهيرك مرة تانية، ده على الأصعدة كلها والرياضات المختلفة والتاريخ والأرقام اللي بتقول كده. فاحنا ما كناش قلقانين من الشق ده، لكن فعلا الشق النفسي، فكرة ان انا احفز اللاعب بتاعي واديه الثقة في نفسه قبل اي شيء، دي اعتقد كانت مهمة صعبة. معلش انا وكريم حابين نعرف كواليسها ازاي تمت على الارض. بالاضافة برضو انا عايز اعرف من حضرتك ابرز العناصر اللي كانت قدرنا ان احنا ندعم بيها الفريق، والحرص كمان على وجود عناصر كانت صغيرة في السن عشان فريق مستقبل يتبني. فخلينا نعرف ده من حضرتك كابتن ياسر، اتفضل. يعني هي الحقيقه يعني انا في بدايه قعدتي مع الكابتن محمود لما اتكلمنا، انا كنت شايف ان الفرقه دي فيها عناصر كويسه جدا، ممكن تبقى يعني عناصر مبشره وعلى مستوى عالي زي ناشين ومصر رمضان وعبد الحميد عبد وفيصل اللي هو الباك ليفت. طبعا بوجود عناصر زي ابراهيم المصري واسلام اللي هم دول الخبرات كمان اللي موجوده في الفريق، وكان ليهم دور كبير جدا امبارح في الفوز بتاع امبارح. طبعا ابراهيم المصري في الشق الدفاعي واسلام في الشق الهجومي. احنا لقينا حاله من يعني نقول ايه، من اللعيبه فقدوا الثقه تماما في نفسهم. بالظبط. فدي كانت حاله يعني انا يعني قلت لهم انا مش شايف اي داعي للحاله ديت.
احنا جايين وبنبني من جديد ومحتاجين ان انت كل واحد منكم يبقى عنده يستعيد ثقته في نفسه، لان يعني دي حاجه مهمه. اللعيب بدون ثقه بدون روح لا شيء. لا واضح كمان يا كابتن ان هم كان في سرعه استجابه وسرعه تفاعل من اللاعبين نفسهم مع اللي حضراتكم عملتوه او قدمتوه من اشكال مختلفه للدعم الفني. طيب نعرف بقى من حضرتك ايه استعداداتنا ان شاء الله للفتره اللي جايه، يعني عندنا ايه محليا وقاريا وعالميا ان وجد؟ والله احنا خلاص ابتدينا من النهارده، المفروض الفرقه عندنا تمرين الساعه 6 ان شاء الله. احنا بنستعد طبعا، عندنا في بطوله العالم في شهر 11 في السعوديه، وعندنا بطوله افريقيا برضو في او اخر 10 يمكن في الفتره ديت، وعندنا بطوله افريقيا ثانيه في تونس، وبعد كده بقى طبعا الاستعداد بقى للدوري وللموسم بقى الجديد. يعني عموما موفقين ان شاء الله في كل اللي جاي، ومليون مبروك على اللي فات، ومستنيين بقى منكم ان شاء الله المزيد من النجاحات الفتره الجايه باذن الله. صباح الفل على حضرتك والف مبروك ان شاء الله. ربنا يكرمك. الله يخليك. شكرا شكرا جزيلا. حلو جدا الكلام ده، برضو بدايه حلوه. امبارح يعني كان في الخبر فوز الاهلي بربعية نظيفه، النهارده بنحتفل برجال اليد في الاهلي، فاعتقد دي حاجه برضو تستمر بقى ان شاء الله كده على الاقل كل اسبوع زي ما احنا متعودين.